راح أعطي هلأ الكلام للأستاذ محمود الهاشمي، ثم للدكتور مختار نمير، ثم الدكتور حسام خلاصي، ثم الأستاذ مدحت، فالدكتور علي حميه، مشان كل واحد يعرف يعني مكان دوره. تفضل أستاذ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية القدس وتحية المحبة والتقدير لكل العناوين والأسماء الذين سبقوني وسلام وقبل. القدس لك وعليك. مشكورين. أولا أنا سعيد بأن ألتقي بمثل هذه النخب، وسعيد بأطروحة المنتدى، لأننا تعودنا أن نشكل مثل هذه التشكيلات ثم تنفرط، ولكن رمزا بحجم الأستاذ ناصر قنديل أعتقد أننا سنؤسس أو أننا جلسنا المجلس الحقيقي لإنجاز هذا العمل الكبير. أولا أنا سعيد أيضا بأن كل الذين سبقونا في أطروحاتهم لم يتحدثوا عن الخذلان العربي الذي يرافق الآن معركة طوفان الأقصى أو سيف القدس، وهذا يدل على أن المنجز العسكري أو المنجز الثقافي والفكري للأمة قد نما كبيرا وأصبح أكبر من حجم الانتكاسات والخذلان الذي تمر به الأمة، وهذا بحد ذاته هو انتصار كبير. موضوع العنوان الذي كلفنا به هو المقاومة العراقية والإعداد لمعركة فلسطين على إيقاع حقائق معركة سيف القدس وطوفان الأقصى والوعد الصادق. العراقيون ثقافتهم العامة قبل أن تحدث انتكاسة 1980 والاحتلال الإسرائيلي إلى الأرض الفلسطينية كانت ثقافتهم لنصرة الشعب الفلسطيني، حيث أن كثير من مفكرينا وكتابنا ومن مراجعنا أيضا الدينية كانوا ينتصرون للقضية الفلسطينية، حدا أن المرجع الكبير الشيخ كاشف الغطاء قد زار فلسطين قبل أن تقع فلسطين في الاحتلال عام 1937، زارهم وألقى قصيدة عصماء لنصرة الشعب الفلسطيني وكذلك للوقوف أمام مشروع الاحتلال الذي كان آنذاك. ثم بعد ذلك خاضت الجيش العراقي معظم المعارك التي خاضتها المعارك الرسمية أو الجيوش الرسمية العربية عام 48، عام 67، عام 73، عندما كان الجيش العراقي يقاتل وينتصر للقضية الفلسطينية، كان الشعب العراقي مؤيدا ومناصرا لهذه المعارك، وكانت التظاهرات الحاشدة والبيانات والخطب والمنابر الدينية جميعها تدفع باتجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني. لكن هذه الأمور أيضا احتاجت إلى نمو طبيعي ينمو في داخل الأمة ثقافتها وتأسيسها على هذا، وعندما مرت الأمة بانتكاسات أيضا انعكس ذلك على الشارع العراقي أسوة ببقية البلدان العربية، يعني ما يسمى بأدب النكسة أو ما بعد النكسة، وكتب شعراء كثر في هذا، ولكن المقاومة نمت بشكل طبيعي إلى حد كان الكثير من شبابنا يلتحقون بالمنظمات الفلسطينية آنذاك، وقد استشهد لنا الكثير من هؤلاء الشباب وما زلنا محطة فخر كبير لهم. بعد ذلك بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وعندما أعلن الإمام الراحل الخميني بأن طريق القدس يمر عبر كربلاء، فهم العراقيون مغزى هذا المشروع الكبير بأن القضية ليس مرورا قد يكون على الأرض ماديا، وإنما هو مشروع التضحية والفداء الذي تحمل رمزية فلسطين وواقعة الطفح بهذا العنوان الكبير. وفعلا نشأت المقاومة
بدايتها في العراق لمقارعة النظام البائد، وتأسست الكثير من هذه الفصائل، نمت هذه الفصائل وكبرت وتدربت أيضا وتسلحت بالعقيدة وتسلحت بالسلاح، وسرعان ما التحقت بأخطر مشروع وهو كان عملية احتلال لبنان من قبل الكيان الصهيوني واحتلال جزء من أراضي لبنان. وفعلا التحق الكثير من شبابنا إلى هذه المعركة الشريفة النبيلة في مقارعة النظام، مقارعة الكيان الصهيوني، وكيف أنه أزيح من أرض لبنان، وكان انتصارا كبيرا وشرفا لشبابنا العراقيين الذين التحقوا بهذه المنظمات والتحقوا بهذه المعركة. بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كانت المعركة كبيرة، حيث دفعت القوات الأمريكية 250 ألف مقاتل إلى أرض العراق، وهو رقم كبير ربما لم تدفعه إلى أي بقعة أخرى من قبل. خضنا معركة وخاضت المقاومة بكل عناوينها وفصائلها، معارك ضارية دفعنا كثيرا من ثمنها من الضحايا، حيث أن ما إلى مليون، ذلك إلى كبدنا العدو الكثير من الخسائر. بعد معركة فاصلة وقوية بيننا وبين القوات الأمريكية المحتلة عام 2011، استطعنا أن نخرج هذه القوات الغازية إلى العراق بعد أن كبدناهم 10,000 مقاتل، وبعد أن جرحنا وعوقنا أكثر من 70,000، خرج مذلل مهانا من أرض العراق وحاول بشكل أو بآخر أن يعيد ترتيب وجوده. كان الهدف من ذلك، من احتلال العراق، هو أن يوجد لنفسه منطقة تتوسط الشرق الأوسط، باعتبار أن الموقف كان مهما في منطقة الشرق الأوسط. وفعلا بنى أكبر، أعتقد انقطع الخط مع الأستاذ محمود، انقطع النت، ننطره بس شوي بركي فات حتى ما نرجع عن خربط الأدوار، لأنه كمان الزميل اللي بده الدكتور مختار بعد منه، فنعطي هيك نص دقيقة يكون رجع عاود الاتصال. أستاذ ناصر، بس بشكل سريع الدكتورة رانيا كان عندها مداخلة ومش أنا رافعة عم دير إيدها. الجلسة يا أستاذ زياد. لا بذكرها إلها مش إلك. لا، عم تذكر على العلن أنت، هي عندها جلسة وعندها مداخلة وإلى دور. طيب طيب دكتور مختار، هي بعتقد رجع الأستاذ محمود، بعتقد رجع. أستاذ محمود رجعت معنا؟ رجعت، آسف جدا، أي السبب أنا تفضل. يعني نقص التكنولوجيا نعم، الأكثر. هو صار بدنا نختصر، يعني ما تفضل. نعم بعد أن طردنا قوات الاحتلال هنا، طبعا فصائل المقاومة أيضا قاتلت والخسائر كثيرة الحقيقة، وكثير من ضحايا العراقيين في نفس الوقت، ولكننا لنا الشرف الكبير أن المقاومة هي التي أخرجت هذا. كان هدف أمريكا من احتلال العراق باعتبار هي العراق منطقة استراتيجية، وأيضا هي اختارت قواعد قريبة أن تكون من الحدود الأرض المحتلة حتى تشكل عمقا استراتيجيا إلى إسرائيل في منطقة عين الأسد أو غيرها من المناطق. وفعلا عملت على ذلك، وضعت بعض هذه القوات هناك، ولكن بعد أن خرجت عادت عام 2014 بشكل أو بآخر تحت اتفاقية أو كذا، عدد قليل 2500. رغم هذا أنه المقاومة العراقية استمرت في عملية مقارعة التواجد الأمريكي، وبين الفينة والأخرى
تطلق عليه الصواريخ وتستهدف هذه المواقع، مما جعله في قلق دائم، وهو قد ارتكب جريمة كبرى باستهداف طبعا أبطال النصر الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، وشكل ألما كبيرا لدى العراقيين، ولكن ثأرنا لذلك بطرق مختلفة. استمر العراقيون طبعا يقارعون هذا الاحتلال الأمريكي داخل العراق، يعرفون أنه يمثل عمقا استراتيجيا إلى إسرائيل. حاول بالفترة الأخيرة أن يضغط على الحكومة العراقية أن يسد نفسه بطريقة أو بأخرى سببا، وكنا ندرك جيدا أن الخروج في مثل هذه المرحلة، والسبب يعود أنه يعرف أنه يضعف مش أصدقائه من دول الخليج، وكذلك يضعف الكيان الصهيوني باعتبار أن وجود أمريكا وقوات عسكرية على مقربة منه يشكل قوة مصدر قوة له. في كل الأحوال نعتقد أن المقاومة قد شاركت جيدا في إضعاف أمريكا في داخل العراق. بالشكل الآخر أيضا هي استهدفته في داخل سوريا، واستهدفته على الحدود الأردنية، وهذا انتصار كبير لها. بعد ذلك أيضا المقاومة استطاعت أن تشارك في سيف القدس وأن تشارك في معركة طوفان الأقصى بشكل فاعل، حيث كثير من المسيرات وصواريخ المقاومة العراقية استطاعت أن تطال الأعمق في داخل الأراضي الفلسطينية وأن توجع العدو بهذه الضربات، ويشكل عمقا ويشكل سياقا قويا وفاعلا بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية التي ما عادت ترى أنها تقاتل لوحدها، إنما تقاتل معها فصائل ومحاور مختلفة، وفي غرفة عمليات واحدة، بين الفينة والأخرى تصدر حماس بيانات يعني تعبر فيها عن شكرها وتقديرها وعلى مدى القوة لقوة المقاومة العراقية في مثل هذه المشاركة. نقول أن معركة طوفان الأقصى والمعركة التي سبقتها أيضا سيف القدس تشكل قوة فاعلية وتشجع إلى المزيد من المقاومة لطرد العدو الصهيوني، وإن شاء الله وكما وعدونا السيد علي خامنئي قال أنه عام 2021 قال أن إسرائيل ستزول بعد 25 عام، وأن أمريكا ذاهبة إلى الانهيار، ونحن أيضا نصدق ذلك ونقول ما هو على الأرض نعم سيكون فاعلا. وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمود، سلام القدس لك وعليك. دكتور مختار تفضل. سلام القدس لكم وعليكم، تحياتي للجميع، وسلام القدس لك وبشكرك أستاذ وعليك. نصر، وبشكر كل الزملاء. والحقيقة منتدى التفكير الاستراتيجي ده كان يعني أحد الحاجات اللي الواحد كان نفسه تكون يعني ثقافة منتشرة في العالم العربي، لأن إحنا بنفتقد لهذه المسألة كتير قوي. يعني أنا هدخل في الموضوع بتاعي على طول عشان ما نضيعش وقت، يعني اللي هو من سيف القدس إلى طوفان الأقصى، وفرضية اللي كلفتني بيه حضرتك، وفرضية نهاية التاريخ وصراع الحضارات بين النظرية العلمية والتلفيق العلمي. من أجل أن أبدأ لابد أن أوضح مفهوم للنظرية العلمية، المفهوم العلمي للنظرية العلمية، تفسير أفضل للحقائق التي نشاهدها حولنا في الطبيعة والتي يجري الوصول إليها باستخدام الأساليب العلمية، والتي تختبر مرارا وتكرارا وتؤكد باستخدام الملاحظة والتجربة. والنظريات العلمية هي الشكل الأكثر موثوقية ودقة وشمولا للمعرفة العلمية، أي أن النظرية العلمية عبارة عن بناء نظري، سواء كان يعالج ظواهر طبيعية أو اجتماعية، تتضمن مجموعة من الفروض العلمية القابلة للاختبار. وبالتالي إذا صحت هذه الفروض أو بعضها تكون نظرية، وإذا ثبت خطأ الفروض تظل مشاهدات لا يمكن اعتبارها نظرية. ويرى كارل بوبر، وهو أحد الفلاسفة، أن أي نظرية جيدة إذا ما لبت شرطين. الشرط الأول
أن تصف وبدقة مجموعة هائلة من المشاهدات، وذلك على أساس نموذج يتضمن أقل قدر ممكن من العناصر العشوائية اللي هو بنسميه إحنا في العلم الاستقراء. وبالتالي هو أن تضع والعنصر الثاني، هي جيدة لعنصرين، والعنصر الثاني فيها أنها تضع تنبؤات حاسمة عن نتائج المشاهدات المستقبلية. خلي معانا وإحنا بنتكلم عن نهاية التاريخ وصراع الحضارات، نخلي المفهوم ده اللي هو الاثنين. أولا، سنة 93 أثار هنتنجتون جدلا كبيرا في أوساط منظري السياسة الدولية بمقال بعنوان صراع الحضارات في مجلة فورن أفيرز، وهي كانت ردا مباشرا على أطروحة تلميذه فرانسيس فوكوياما المعنونة نهاية التاريخ والإنسان الأخير. جادل بأنه وبنهاية الحرب الباردة ستكون الديمقراطية الليبرالية، نحط خطين تحت الديمقراطية الليبرالية دي وإحنا بنتكلم، الشكل الغالب على الأنظمة حول العالم. وهنتكتون من جانبه اعتبرها نظرية قاصرة، وجادل بأن الصراع ما بعد الحرب لن تكون بين الدول صراعات ما بعد الحرب لن تكون بين الدول القومية واختلافاتها السياسية والاقتصادية، بل ستكون الاختلافات الثقافية المحرك الرئيسي للنزاعات بين البشر في السنين القادمة. أنا بس هفتح قوسين وأتكلم بعيد عن الكلام المكتوب. في إشكالية منهجية في مصطلح الحضارة ومصطلح الثقافة، وأنا هقول الإشكاليات اللي موجودة. هناك من يساوي ما بين مصطلح الثقافة ومصطلح الحضارة ويعتبرهما شيئا واحدا، إلا أن هناك أيضا من يختلف ويقول الثقافة هي الكل المعقد والذي يتضمن في داخله الحضارات، باعتبار أن الحضارة هي الجانب المادي للثقافة، أما الثقافة فهي جوانبها المعنوية كلها بما تشتمل عليه من أديان وآداب وفنون وموسيقى وكل. حتى هذه المنهجية لم تحسم حتى الآن يعني. فألف هنتكتون مقال كتاب بعنوان صراع الحضارات، وما أعرفش ليه سماه الحضارات ما سموهوش الثقافات، وإعادة تشكيل النظام العالمي. جادل فيه رح أقول لك لأنه ليش خلال سماه الحرب الحضارات، الباردة، نعم سماه صراع الحضارات مش صراع الثقافات، لرمزية صراع الإيحاء الحضارات. بالصدام مع الإسلام، لأنه ما إذا قال الثقافات لسه ستضيع الطاسة. لسه جاي على حكاية الإسلام دي يا أستاذ ناصر. نعم، لا أنا عم بقول ليش سماه الحضارات. وقال إن النزاع القادم سيتخذ شكلا مختلفا ويكون بين حضارات محتملة، وهي الحضارة الغربية وناخد خط هنا، والحضارة اللاتينية والصينية والهندية والإسلامية والأرثوذكسية والأفريقية والبوذية. هنا هنلاقي مادة التقييم للحضارات مرة تبقى على أساس جغرافي ومرة تبقى على أساس ديني أو ثقافي. هذه التنظيم الثقافي تناقض مفهوم الدولة القومية في العالم المعاصر لفهم الصراع الحالي والمستقبلي. يجادل هنتكتون بأن الصدوع الثقافية أو الاختلافات الثقافية وليس الأيديولوجية أو القومية يجب أن تقبل نظريا باعتبارها بؤرة الحروب القادمة. ويحاول ويقول بأن الاختلافات والخصائص الثقافية لا يمكن تغييرها كالانتماءات الأيديولوجية، فبإمكان المرء أن يغير انتماءه من شيوعي إلى ليبرالي، ولكن لا يمكن للروسي أن يصبح فارسي. ففي الصراعات الأيديولوجية يمكن للناس أن يختاروا الجانب الذي يؤيدونه، وهو ما لا يحدث في الصراع الثقافي أو الحضاري. ونفس المنطق ينطبق على الدين، فبإمكان المرء أن يحمل جنسيتين فرنسية وجزائرية، ولكنه لا يمكن أن يكون مسلما وكاثوليكيا.
انا هفتح قوسين مسلما وكاثوليكيا يا استاذ ناصر، معلش، وهي شكل من اشكال الايه، انا شفت المنظر ده بالممارسه مسلم وكاثوليكي، انا ماليش دعوه بالاعتقاد، بس بالممارسه انا شفت المنظر ده في دوله تشاد، انه مسلم بيصلي الجمعه يوم الجمعه وكاثوليكي بيروح يقدس يوم الحد في القداس بتاع الكنيسه الكاثوليكيه. يعني هنا حتى يعني احاطتنا بكل الظواهر اللي موجوده في العالم، هي يعني ان ممكن يكون الشخص كده بالممارسه، ودي حاجه انا بين قوسين يعني. وهنا ويجادل هنتكتون بأن الشخص لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون مسيحيا كاثوليكيا وإسلاميا. وفي كتابه ركز هنتكتون بأن حدوده أن هنا بقى دخل على الإسلام الحقيقة، معلش سامحني، ويجادل بأن العوامل الثقافية تساعد في بناء تكتلات اقتصادية متماسكة مثل حالة النمور الآسيوية وتقاربها مع الصين وانضمام اليابان إليها برغم انتمائها لحضارة مميزة بحد ذاتها، وهو ما سيؤدي لنمو الهويات الإثنية الثقافية للحضارات وتغلبها على الاختلافات الإيديولوجية. مع أن أنا يعني الإيديولوجيا برضو ما هي أحد مكونات الثقافة، يعني هي من محتويات الثقافة. أنا ما أعرفش في حاجات كده يعني في المفاهيم أنا مش موجودة يعني. ويشير أن صراعات المسلمين مع الأديان الأخرى مثل الصراع، وبيدي مثل في السودان وجنوبه وبين الهند وباكستان، والصراعات داخل الهند نفسها بين المسلمين والهندوس. ثم يتساءل إذا كانت الهند ستبقى دولة ديمقراطية علمانية أو تتحول إلى دولة هندوسية على الصعيد السياسي، ومشاكل الهجرة في أوروبا وتنامي العنصرية في ألمانيا وإيطاليا ضد المهاجرين من شمال أفريقيا وتركيا، ومشاكل المسلمين التركمان في الصين، وصراعات المسلمين في أذربيجان، وصراع المسلمين في آسيا الصغرى مع الروس، صراعات المسلمين الأتراك في بلغاريا، وحدد الصراع بأنه بين العالم المسيحي بقيمه العلمانية من جهة والعالم الإسلامي من جهة أخرى. وهو يحدد اللي هو هنتكتون عدة سيناريوهات لعلاقة الغرب أو الحضارة الغربية، ويقصد بالحضارة الغربية الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإلى حد ما اليابان، ويقول بأن الغرب لا يواجه تحديا اقتصاديا من أحد. هنا بقى يعني أنا عايز أفتح قوسين، لا فماذا يجري الآن؟ ماذا يجري الآن حينما تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا اقتصاديا؟ إذن قوله في 93 كان ممكن، لكن إذا كنا بنتكلم عن نظرية لها تنبؤ للمستقبل كان عليها أن يؤكد على تنبؤ أن الصين تنمو وبوتيرة واسعة. وبالتالي دي حتة مهمة جدا إن احنا نعرفها يعني. إلى إن جاء وبعدين إذ يقول هنتكتون بأن الغرب لا يواجه تحديا اقتصاديا من أحد، وقرارات الأمم المتحدة وصندوق النقد تعكس بطريقة أو بأخرى مصالح أمريكا والاتحاد الأوروبي، وإن جاءت متنكرة باسم المجتمع الدولي بغرض إطفاء الشرعية على قرارات تصب في مصالح أمريكا بالدرجة الأولى، إذ تستعمل الدول الغربية مزيجا من القوة العسكرية والمؤسسات الدولية والترويج لقيم الديمقراطية والليبرالية لحماية مصالحها وضمان هيمنتها، وبرضو عايز برضو ما ننساش مصطلح الديمقراطية الليبرالية لحماية مصالحها وضمان هيمنتها على إدارة العالم. ويعقب هنتكتون بالقول هذه هي نظرة غير الغربيين على الأقل، وفي جانب كبير من الحقيقة
يقول بأن النضال والسعي العسكري والاقتصادي للقوة هو ما سيحدد شكل الصراع بين الغرب والحضارات الأخرى. مهما حاول الغرب أن يقول أن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية والدستور هي قيم عالمية تستفيد منها البشرية جميعاً، فوفقاً له صحيح أن جوانب من الحضارة الغربية وجدت طريقها إلى حضارات أخرى، ولكن قيم الديمقراطية والسوق الحر والليبرالية لا تبدو منطقية في عقلية المسلمين أو الأرثوذكس، وسيؤدي لردود فعل سلبية وفقاً لكلامه. فالديمقراطية والتعليم يؤديان لعملية تأصيل المجتمعات وعودتها إلى جذورها، وتحضر المجتمعات يؤدي لتبنيها قيمة غربية سطحية، لن يؤدي إلى تبنيها قيمة غربية سطحية. فينا دكتور مختار نبلش نناقش أثر سيف القدس والطوفان على النظريتين؟ وقت يعني. حاضر يا أستاذ ناصر، خلينا ننقل أنا هنا حاضر، أنا هنقفل الجانب النظري ده وحاود لمسألة سيف القدس. نعم. في أوقات الأزمات وأوقات، يعني عايز أقول هنا أن بمجرد أن خرجت فتح من الكفاح المسلح بأسلو ظهرت حماس والجهاد، وهنا دي عبقريات الشعوب حينما تشعر بخطر ما على هويتها وكيانتها تبتدي تتحور إلى تحورات جديدة، وتبتدي تخترع عبقريات جديدة. منها هو هذه التنظيمات التي أخذت صفة المسلحة حتى تدافع عن كينونتها وعن وجودها. فبالتالي سيف القدس وطوفان الأقصى يثبت إلى حد كبير المقاومة للشعوب التي تقابل تلك النظريات. وهذه يعني احنا في مسألة النظرية هنا لم يكن أحد يتوقع أن مساحة حجمها 360 كيلو متر مربع وعدد سكان 2 مليون وتفوق إسرائيلي كاسح في مجال في هذه النقطة في مجال الأسلحة، وإن يصمت 7 شهور. وأنا عندي يعني عايز أقول حاجة هنا، بمعيار الإحصاء لو عملنا معيارية لمتغيرات معينة مثل مساحة الأرض الجغرافية وعدد السكان ونوعية الأسلحة بين 8 شهور حرب في 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 غزة و4 سنين حرب عالمية تانية على مساحة الجغرافيا الأوروبية وجزء من الجغرافيا الآسيوية والأفريقية، يمكن أن نصل بعلم الإحصاء إلى أن طوفان الأقصى تعد أكبر معركة في التاريخ بالمعايرة أو بالنسبة. وبالتالي هنا صحة النظرية التي تقول بأن صراع الحضارات ونهاية التاريخ، ماذا يحدث الآن في أمريكا من نهاية التاريخ اللي هو قال عليه بقى فوكوياما؟ المظاهرات دي مش بتحطنا قدام أمر غريب؟ الأمر الغريب إنه حينما تبرد الرؤوس في الولايات المتحدة وتظهر أمريكا العظيمة بجامعتها ومراكز تفكيرها، سوف يوضع كلمة الديمقراطية الليبرالية موضع إعادة الدراسة وإعادة المفهوم، أو أن الناس كانت يعني كان هذا يمثل ضحك على الناس بتعبير الديمقراطية الليبرالية. الأمر الثاني، سوف يوضع مفهوم هل هناك مواطن يسمى مواطن أمريكي؟ إذا كان أما أن هذه الناس التي في الولايات المتحدة هي تجمعات لا يربط بينها أي رابط كمجتمعات مستقرة، بمعنى أن المواطنة الأمريكية حينما أنا أخرج أتظاهر ضد سلوك دولة أخرى أو كيان عنصري آخر وأسحل في الشارع، هنا يعاد النظر تاني، هل أنا مواطن أمريكي؟ وهل هناك ما يسمى بالمواطن الأمريكي الفعلي؟ هنا
حينما تبرد الرؤوس، أنا أعتقد أن هذه المفاهيم سوف يعاد صياغتها مرة أخرى مع بعد سيف القدس وطوفان الأقصى. نستطيع أن نقول أن ما ذهب إليه هنتكتون وفوكوياما هو مجرد مشاهدات لا يمكن أن توضع في شكل نظرية معينة. ولكن أنا بقى في سؤال، يعني إذا سألني طالب يا دكتور هو في نهاية للتاريخ؟ في نهاية للتاريخ، نعم في نهاية للتاريخ. وسألني هيبقى إمتى؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كده لا هيبقى في تاريخ ولا جغرافيا. والسلام القدسي لكم وعليكم أستاذ ناصر. وسلام القدس لك وعليك. شكرا دكتور مختار. رح أعطي الدكتور حسام. تفضل دكتور حسام. تحية طيبة لجميع الأصدقاء، وخاصة تحية لك أستاذ ناصر. حياك الله يا دكتور حسام، شكرا لمشاركتك. والتحية الأولى هي لأهلنا في فلسطين. وسلام القدس لك وعليك وعليهم وإليهم. السلام القدسي للجميع. أنا في الحقيقة أريد أن تكون مداخلتي بعنوان التحديات الجديدة التي يواجهها محور المقاومة. منذ معركة سيف القدس حقيقة بدأ للجميع أن هناك تغير في عقيدة المقاومة الفلسطينية. لم تعد يعني خرجت من إطار العمل الفدائي، دخلت إلى مجال المفاوضات. كانت هذه هي الصورة النمطية الحقيقة، ثم جنحت نحو معاهدات السلام إلى آخره. لكن في معركة سيف القدس وبحيثياتها التي ذكرها الزملاء قبل قليل، بدأ أن العقيدة مختلفة الحقيقة. يعني هناك عقيدة قتالية تريد أن توقع هويتها الجديدة وتقول يعني للجميع بأن القضية الفلسطينية باتت بمكان آخر، وباتت هي الرافض الأول لكل معاهدات الاستسلام بعيدا عن ما وافقت عليه الأنظمة العربية أو هادنتها لهذه الاتفاقيات أو رفضتها بشكل رسمي. وهذا حق لكل مقاومة أرضها محتلة وتريد أن لا تتخلى عن خيار المقاومة المسلحة. تطور الأمر حتما، ووجدنا أن هناك قيما مضافة بالتدريج مرورا بالمقاومة الإسلامية في لبنان، ثم الحركة النشطة في المقاومة العراقية. وبدأ للعالم بأن هناك أمر أو خيط يربط هذه الحركات كلها، إذ يبرز عنوان القدس لدى الجميع، يظهر شعار فلسطين لدى الجميع في الخطاب الأيديولوجي لهذه المقاومات غير الفلسطينية. العنوان الأول هو القدس. بدأ ذلك واضحا، وهذا كان من الخيارات الشعبية في الدول التي تبنت قضية القدس عملا قولا. لكن في معركة طوفان الأقصى، سأشير هنا إلى الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس دكتور بشار الأسد مؤخرا، قال جملة مهمة جدا، قال إن اليمن وغزة تعطيان درسا للعرب. أعتقد أن دخول العنصر اليمني على المقاومة جعلنا كلنا يعني حتى لم يأخذ حقه، لم يأخذ حقه في الإعلام عنصر اليمني تحديدا، بتقديري لدى الآخرين وليس لدينا، لم يأخذ حقه ودوره في الدفاع عن فلسطين. الطوفان الشعبي الذي يحصل في اليمن يضاهي ويتفوق على كل الطوفانات البشرية التي شاهدناها
خارج أقطار الوطن العربي، يعني في أمريكا في أوروبا، يضاهيها في العدد وفي المضمون أيضا ويتفوق عليها. وبدا واضحا أن اليمن توجه البوصلة نحو الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها. إذا هنا وضع الجميع أمام منصة الإحراج، كل الأنظمة العربية الحقيقة. يمكن الدولة الوحيدة شعبا وحكومة والموقف المتقارب بينهما تماما هو الدولة السورية، أخذت هذا الموقف ونصا صريحا واضحا كان موقف الحكومة والشعب بأنها تقف إلى فلسطين وتدعمها بكل ما تستطيع الدولة السورية، وهذا خاضع للظروف التي تمر بها الدولة السورية، وإخوتنا في فلسطين يعرفون ذلك حتما. فالذي حصل أن محور المقاومة من إيران إلينا إلى هنا ومرورا باليمن وجد نفسه أمام هجوم جديد عليه. يعني هناك توصيف غير عادل يتبناه أو تتبناه الأنظمة العربية التي تهاجم محور المقاومة وبالتحديد إيران. يعني هلا سوريا مهاجمة مسبقا، متهمة مسبقا، ولديها يعني كم المشاكل الذي تجد نفسها فيه كبير جدا نتيجة مواقفها من قضية فلسطين. لكن الهجوم على إيران والتوصيفات المخزية من قبل الأنظمة العربية التي هي تعتبر نفسها الناطق الرسمي باسم محور التطبيع الأمريكي، فظهر ذلك كسلاح أساسي من أجل خطف الحشد الشعبي، مش بالعراق، يعني الجمع الشعبي، الوعي الشعبي باتجاه معاهدة التشيع أو باتجاه معاداة الأخونة التي تتهم بها حماس. فتجد مصر كلها إعلامها كلها يأخذ جانبا محايدا ويتمصرا أكثر مما ينبغي من أن يكون عربيا أو مسلما بحجة أنها حماس، وإن لم يجدوا لذلك مخرجا هم ضد ما يفعله محور المقاومة حزب الله نموذجا بأنه يمثل المد الفارسي وما شابه. هذا التحدي لربما من مهام هذا المنتدى اليوم أن يأخذه بعين الاعتبار، لأن هذه القضايا يجب أن توضح للرأي العام العربي بالدرجة الأولى، لأنه في أوروبا الآن لا أحد يأتي على ذكر إيران، يعني على مستوى الشارع لا أحد يأتي على ذكر إيران ودور إيران وما شابه. لكن نحن هنا مبتلون بهذه الآفة الخطيرة التي يعني رغم التضحيات التي يقدمها عناصر محور المقاومة من أجل دعم أهلنا في فلسطين نهاجم، يعني نتهم. هذا يسرق وبشكل خبيث جدا الوعي الشعبي العربي الموجود مثلا في مصر، الموجود في الأردن، أو يتم التعتيم عليه. يعني ما بنقدر نقارن نقول دائما انه الحاله في الاردن توازي الحاله في مصر، لكن يتم التعتيم على هذا الوعي الشعبي الى ابعد حدود الحقيقه. فالخلاصه اللي بدي اوصل لها انا انه نحن في هذا المنتدى يجب ان يكون من بنود مساهماتنا هو ان نوصل فكرة محور المقاومة، لأنه الصراع لم يعد عربي إسرائيلي، لأنه هو صراع الكيان الصهيوني حوله لصراع ديني وعلنا علنا يعني، لكن الصراع أصبح عالمي صهيوني. يعني روسيا، الصين، إيران دخلت على الخط، إيران ضربت وقصفت الكيان الغاصب. هذا مستجد مهم جدا. أيضا دخول اليمن على الخط بهذه الجرأة وهذه القوة أمر غريب. يعني أنا عندما أستمع إلى إخوتنا في اليمن الشقيق صدقا أقولها وليس محاباة،
خطاب جديد تماما على الوعي العربي، جديد. يعني العقيدة القتالية لدى أهلنا في اليمن مختلفة كليا عما درس في المدارس القومية العربية، في مدارس القومية العربية. هناك وعي إنساني كبير جدا، نتفق معه 100%، ومقرون بالعمل. هذا التحدي للإرادة الأمريكية والاستعداد لما هو أخطر. والفكرة التي تدور حول معنا كلنا في محور المقاومة أننا نعي أن أمريكا تريد شواطئ المتوسط كاملة، تريد كل شواطئ المتوسط، نحن كلنا نعي هذه الحقيقة. إذا نتحدث بالأمثلة، أمثلة كثيرة، يعني الدلالات على ما أقول كثير. وأخوتنا اللي سبقوني في الحديث أفاضوا الحقيقة بالتشريح وبالشرح. لذلك يجب أن نعي المرحلة التي ستأتي لاحقا. هذه ليست هي المعركة الأخيرة، معركة طوفان الأقصى، وأسماء حزب الله شهداء على طريق القدس، أسماها، وهذا يجب التوقف عنده، أسماها شهداء على طريق القدس. فشهيد اليمن على طريق القدس، وشهيد العراق على طريق القدس، وشهيد البحرين على طريق القدس. إذن فتحت هذه البوابة الآن. يستوجب الأمر إذن على المستوى السياسي، أعتقد أنه محور المقاومة بشقه السوري والإيراني، يعني أنا أتحدث عن دولتين، يعني لا حاليا القرار الحكومي السيادي متوفر موجود تماما، لكن بالجانب العراقي هناك مشاكل، في لبنان مشاكل، اليمن يعاني من مشكلة لكن غير مكترث بها، غير مكترث أبدا، يضع أولوية القدس أولا. فمع ذلك كل هذه العناصر يشكل الآن وعي لدى جمهور المقاومة بأن قيادته بالدرجة الأولى عازمة على موضوع تحرير فلسطين، تحرير فلسطين. ثانيا هناك تلاقي، وشكرا لوسائل التواصل الاجتماعي التي تفتح المجال واسعا أمام جمهور المقاومة ليعبر كل على رأيه، واستعملنا هذا السلاح بجدارة الحقيقة منذ بداية المقاومة العراقية وحرب تموز ولاحقا، استعملناه بجدارة، وشكرا لكل من ساهم حتما بهذا الهدف. وخطوتنا اليوم هي أحد الخطوات اللي ممكن بقاماتها الفكرية والعربية ممكن تنشئ صدى وتحط خطوات عملية للتطبيق الحقيقة. أريد أن أختم الآن أن الدروس التي سنأخذها من طوفان الأقصى، فقط هناك فكرة فاتتني. أعتقد أن البداية في 27 التي بادرت بها حماس هي وكأني بهم أرادوا أن ينجزوا انتصارات عسكرية قبل أن تبدأ إسرائيل بالهجوم على، يعني أنجزوا الانتصار قبل، لمعرفتهم ربما، لأن إسرائيل وبايدن والإدارة الأمريكية يخططان سوية لالتهام قطاع غزة بالكامل، فكان لابد من الدخول بهذه الطريقة القوية لحصد انتصارات وإرغام الكيان الصهيوني على المفاوضات، إرغام الكيان الصهيوني على المفاوضات. و بدماء الشهداء الآن نجد أنه تحول هذا التهديم وهذا العدوان إلى سلاح بيد العالم كله ضد النازية وضد الصهيونية العالمية. شكرا دكتور. أنا أشكركم لأنه لم أكتب حقيقة، لم أكتب، وتحياتي لكم وسلام القدس عليكم جميعا. وسلام القدس لك وعليك. شكرا دكتور حسام. أنا بس عندي تعقيبين سريعين، يعني الشيء اللي حكاه الدكتور مختار، بس بدي أحكي على نقطة، إنه استكمال المشهد الذي نراه الآن في الشوارع الغربية هو خير إعلان عن أن التاريخ لم ينتهي، لأن هذه الشوارع الغربية تحتج
في مواجهة النظام الذي قيل أنه النسخة الأخيرة من التاريخ، وهي تقول ليس هذا هو آخر التاريخ، وأن التاريخ الآن يكتب على يد الطلاب الذين يصيغون مفاهيم جديدة لنمط الدولة التي يريدونها، وهي بالتأكيد ليست الديمقراطية الليبرالية التي بشروا بها. الأمر الثاني أن هؤلاء الطلاب أيضا يقولون ليس هناك انصدام للحضارات، نحن هناك أخوة إنسانية تجمعنا مع أهلنا في غزة، هي التي تفسر هذه الحشود المليونية التي تشق شوارع الغرب، وهي التي تفسر معنى أن أبناء الجلدة الواحدة ينتفض بعضهم ضد البعض الآخر نصرة أو عداوة لشعب آخر، وبالتالي هذا يسقط كل مفهوم الصدام بين الحضارات وانقسام البشرية على أساس الموروث الثقافي أو الموروث الحضاري. النقطة الثانية اللي بدي أقولها للدكتور حسام، البعد الديني، أنا يعني أعتقد أن الذي يجري في الغرب يسقط البعد الديني عن الصراع، يعني يؤكد أن هناك مسيحيين ويهود الآن يخرجون احتجاجاً وبقوة وبصوت عال ضد المشروع الصهيوني والمشروع الغربي، وليس فقط المشروع الصهيوني، على قاعدة قراءة السردية الجديدة للقضية الفلسطينية لتاريخها ولمفهوم الحق فيها، وهذا تأشير إلى أننا أمام ولادة عالم جديد. أعتقد أننا عشية ثورة ثقافية إنسانية لم يتم صياغة فلسفتها الجديدة بعد، لكن هذا شبيه ربما بما عشناه بعد الثورة الفرنسية، نحن الآن في إرهاصاتها، مفاهيم ستعم العالم، ستكون وربما ترد الاعتبار للأخلاق كقيمة حاكمة في السياسة، بعد أن أصبحت الأخلاق مذمة في السياسة، الآن يتم رد الاعتبار للأخلاق، لأنه إذا أخذنا الجامع المشترك بين كل قوى المواجهة لمشروع الهيمنة ومشروع العنصرية، سنجد أن الجامع المشترك هو رد الاعتبار للأخلاق. أستاذ مدحت، تفضل. سلام القدس عليكم. سلام القدس لكم وعليكم. بداية بدي أشكرك أستاذ ناصر على هذه الفكرة الرائدة وعلى إتاحة هذه الفرصة للتفاعل مع هذه القامات التي أحييها، القامات الفكرية والسياسية والإعلامية الموجودة معنا. أنا مدحت أبو الرب، مهندس من الأردن ومن منتدى سيف القدس مع الأستاذ ناصر منذ حوالي سنتين، وتم تسمية هذا المنتدى على هذه المعركة لاستشرافه أن هذه المعركة ستكون مفصلاً من المفاصل في معركة التحرير. أنا الموضوع اللي أحكي فيه هو عن الأبعاد والمعاني وتداعيات معركة سيف القدس وما جرى فيها. لقد أوضحت هذه المقاومة الفلسطينية أنها تملك قيادة حكيمة وتملك قيادة شجاعة. هذه القيادة قامت بتطوير قدراتها العسكرية وقامت بتطوير أدائها، وحاولت أن تتجاوز نقاط الضعف الموجودة في قطاع غزة، كونه قطاع صغير جدا ومحصور وجغرافيته معقدة، فاستنبطت بعض القضايا ومنها قضية الأنفاق. فهذه المعركة كشفت عن هشاشة هذا العدو، مما أدى وأسس إلى معركة طوفان الأقصى، وأسقطت النظرية العسكرية للعدو. هذا العدو الذي يملك هذه الإمكانيات العلمية وهذه الخبرات العملية في حروب سابقة أثبت هشاشة في هذه المعركة. أنا بدي أحكي على شكل نقاط حتى تكون الأمور علمية ومرتبة أكثر. من آثار هذه المعركة، أولاً بتأثيرها على مرتكزات بناء القوة العسكرية عند العدو. القوة العسكرية عند العدو لها مرتكزين أساسيين: الشعب المسلح، فهم يسلحون الشعب من أجل أن يكون هذا أداة قوة في المواجهة، وبالتالي هذه القوة ممكن أن يكون لها أثر في المعارك الاستراتيجية، في المعارك الكلاسيكية. أما في معارك التي ابتدعتها المقاومة من الصواريخ والمسيرات، فمنلاحظ أن هون قامت بتحييد هذا الجيش. أيضا هو جيش عامل صغير، ولكن الاحتياطي عنده احتياطي كبير. طبعا هذه فلسفة هم اخترعوها، وهي مهمة جدا من الناحية الاقتصادية لهذا الكيان، فبكون ما بخلي كل هذه القدرات موجودة في جيش نظامي، لكن هذا الجيش وقت ما يحتاجه يقوم باستدعائه. معركة سيف القدس
أفشلت هذه الخطة أو هذه المقولة والنظرية من خلال أن هذا الجيش لم يكن يكفي لمواجهة في سيف القدس، فلم نرى الهجوم البري على غزة، وفي نفس الوقت لم يكن هناك وقت لاستدعاء الاحتياط الاستراتيجي. النقطة الثانية من تأثير المعركة أثرت على مرتكزات النظرية العسكرية للعدو. طبعا هذه النظرية احنا بنعرف انها مبنية على الردع والحسم والتفوق الاستخباراتي والإنذار المبكر. في موضوع الردع، رغم كل التهويل بالقوة ورغم كل ما كانت يقوم به جيش العدو، إلا أنه سقط لأن المقاومة هي من بادر بالهجوم في تلك المعركة. في موضوع الحسم، منذ 82 بنلاحظ أن هذا العدو لم يحسم أي معركة، وبالتالي كانت عملية الحسم في هذه المعركة عملية واضحة أنها كانت لصالح المقاومة. في موضوع التفوق الاستراتيجي، رغم معرفة العدو بأن هذه المعركة ستبدأ، إنه لم يعني تفاجأ في هذه المعركة أولا، والشغلة الثانية إنه لم يستطع أن يكون هناك عنده إنذار مبكر، وبالتالي الإنذار المبكر والمفاجأة هم أهم عنصرين من عناصر التفوق الاستخباراتي، وفي كليهما فشل العدو. بالنسبة للتأثير الثالث اللي هو تأثير على الاستراتيجية العسكرية للعدو، سقط مبدأ العمل الوقائي من جز العشب من المبادرة في الهجوم، وسقط مبدأ الحدود الآمنة، وسقط مبدأ نقل المعركة إلى الخصم. أيضا أثرت المعركة على المستوى العملياتي، فرغم التكتيكات البسيطة المتبعة من قبل المقاومة الفلسطينية، فقد حققت أهداف استراتيجية كبيرة في الميدان وعلى مستوى الوعي، فقد أعلنت عن أهدافها وقامت بتحقيقها، أما العدو فلم يعلن عن أهداف، والتي أعلن عنها لم يستطع أن يحققها. تأثير هذه المعركة على هيبة العدو وعلى جيشه، يستعمل العدو أقوى الأسلحة الموجودة في الغرب من تكنولوجيا ومن أسلحة مادية ومن أسلحة متطورة، والمقاومة تمتلك أبسط الأسلحة، ومع ذلك استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز الكبير. ومن خلال هذا الإنجاز برزت وحشية هذا العدو باستعماله هذه الأسلحة الأمريكية، وبرزت القيم الأخلاقية العليا للمقاومة. كيف رأى العالم المقاومة؟ أولا رآها كقوة إقليمية بقيادة حكيمة وشجاعة، قامت هذه المقاومة خلال المعركة بإدارة المدنيين بطريقة ناجحة، حيدت العملاء وأبرزت أمل الأمة في التحرير، وكان هذا عنصر قوي في معركة الوعي. أما أثرها على الجوانب السياسية، فنلاحظ تأثيرها الكبير على الجماهير الفلسطينية وعلى الجماهير العربية، فقد أكدت أن عملية التحرير ممكنة، وصدقت أنها لن تترك شعبها، فكانت أصلا كل العملية هي من أجل الأقصى في البداية، وأثبتت أن المقاومة هي السبيل في هذا التحرير. النقطة الأخيرة أنها أسست لوحدة الساحات ووحدة الجبهات، ففي تلك المعركة رأينا بداية تأسيس الغرف المشتركة التي كان حزب الله عنصر أساسي موجود فيها، وأسست للمعركة اللاحقة والتي سميت بوحدة الساحات. هذه العوامل كلها بنلاحظ أنها كانت هي الأساس الواضح للمعركة التي نحن في خضمها وفي زمانها، وهي معركة طوفان الأقصى. هذا ما كنت أريد أن أشارك به، وتحية لك أستاذ ناصر، شكرا وأشكرك على هذا شكرا يا أستاذ مدحت، شكرا، عافاك الله، وسلام القدس عليكم. وسلام القدس لك وعليك. دكتور علي حميد، تفضل. دكتور علي معنا، تفضل. ايه معك، مسيكم الله بالخير. طبعا ما بدي اطيل كي لا يعني ينسي الكلام بعضه بعضا، وبس إلي ملاحظة بسيطة إنه منتدى الفكر الاستراتيجي وتفاعل العقول إنه معظم اللي تكلم ذهب، يعني نحن عم نحكي هلأ بما تيسر من الموجودين. على كل الأحوال ايه راح اقول لك شيء دكتور علي، نحن هذا مسجل وسينشر يوتيوب، يعني الفائدة تعميمها ليس فقط بالحضور. طبعا انا بتمنى الكل يكون مكمل معنا، وعادة انه بنحكي كلمتنا وبنمشي
عادي عربية سيئة يعني، وبصير الواحد يزاحم انه قدم لي الكلام، انا عندي ظرف، فبيخلص كلمته باي باي يعني. على تمام، كل حال هذا متشكر. واقعنا للأسف يعني. أنا ايه بدي تفضل. ألقي الضوء على موضوع الاستراتيجيات أكثر من الشرح والسردية العسكرية التي نعم تمت. وفي عندي كم تعليق، بس يعني بسيط، إنه دائما ما نستشهد بفوكوياما وغيره وهاينتون، ونحن عندنا جهابذة أعظم من لا لا هالعلماء. لا، نحن عم نحاكم مش عم نستشهد. أوكي، ايه أنا في أقول طبعا دائما الجدلية مفيدة أستاذ ناصر، وأنا منك ايه بقول. بالعكس. ايه أنا بقول بالنسبة حتى يعني تسمية نهاية التاريخ، أصلا التاريخ هو منتهي. نحن نعيش الآن، نحن نعيش مستقبل التاريخ ونكتب تاريخ المستقبل. هذا بكل بساطة. بدي ألقي الضوء على بعض الاستراتيجيات اللي لا بس وبالأخص هاي مش على، يعني ما تمرقها هيك انه التاريخ منتهي يعني. لا يعني أنا بالنسبة لأجيال قادمة نحن تاريخها، أحسنت، ما هي اللي قلته وهي أنا، وهذه قلت نحن الأجيال ستكتب تاريخا لا نستطيع بالضبط الزعم أنه انتهى عندنا. بالضبط. أبدا أبدا، وأنت هذا الكلام قلته، أنا عم أكد لك على الكلام اللي أنت قلته. يعني نحن نعيش مستقبل التاريخ ونكتب تاريخ المستقبل. نعم على كل الأحوال، أنا اللي بدي أشدد عليه أستاذ ناصر، إنه بالنسبة للاستراتيجيات نحن أصبحنا بمكان ما نعيش توازن القوى، وبحرب تماثلية بأسلحة لا تماثلية، وهذا اللي عم بيخلي العدو كثير الإسرائيلي. الملاحظة بمحلة. نعم، حرب تماثلية بأسلحة لا تماثلية. نعم، وبالتالي كمان نعيش بحالة من الفوضى في ما بين الوسيط وما بين المفاوض، وكأن لدى، طبعا مع احترامي للمساعي، وكأن هناك توازن ما بين المفاوض والوسيط من أجل ما يتم في القاهرة، وهذا تكرار معلب لما جرى قبل رأس السنة وقبل شهر رمضان وقبل العيد، والآن يتم تكراره، وما زالت المهل تعطى للعدو الإسرائيلي، ومن ثم بيطلع علينا الأمريكي ليقول بأنه التهديد بمنع توريد الذخائر اللي فوق 2000 رطل للعدو الإسرائيلي، إلا أنه كل شيء تحت 2000 رطل مباح. أنا أقول باختصار بأن الاستراتيجية الأمريكية هي السيطرة الأمريكية المباشرة على غزة من خلال الميناء العائم، وهي تسيطر على البلوك جيم وفق من ضمن دول متعددة الجنسيات في سيناء، وهي تحاول أن تعطي شركة أمريكية موضوع معبر رفح، وكذلك أنه يعني تقوم بالمساعدة العسكرية من أجل تطويق غزة ومنع الماء والطعام عنها، وحتى لو كان هناك مظاهرات ومسيرات داخل الكيان الأمريكي، ونحن نجد بأنه لو هذه المظاهرات نصفها أو ربعها أو 10% حصلت في أي بلد من بلاد العالم لأسقطت أنظمة وغيرت حكومات. إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها التي تتمتع إلى الآن، أنا بقول إلى الآن فقط، هي استراتيجيات إدارة وتوازن المتناقضات، وهي تقوم على ديكتاتوريات الديمقراطية وبالحريات المسيرة. وأنا عشت كثير بأمريكا وبعرف هالشيء، الحرية الفردية متاحة، الحرية المجتمعية مقيدة، الحرية مع الدولة مقيدة إلى أبعد حدود، وكأنك تعيش في العصور الوسطى. دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وما يضاء عليها بأنها دولة ديمقراطية حرة وليس فيها إلا حزبين، يعني أنا ماني فهمان إنه دولة فيها 340 مليون نسمة ما فيها إلا حزبين، وحزبين يعيشان بحالة من حد حالات
إدارة وتوازن المتناقضات، واحد مع الإجهاض، واحد ضد الإجهاض، واحد مع إعطاء الدعم لإسرائيل غير المحدود، ومن ثم واحد ضد الدعم لإسرائيل، ولكن مع نقل السفارة إلى القدس وإعطاء الجولان إلى العدو الإسرائيلي وإهداء الضفة إلى إسرائيل مجددا، لأنه يعتبرون ضمن الاستراتيجية الصهيوناسية بأن غزة يجب أن يتم السيطرة عليها من قبل 1000 جندي أمريكي بحجة الإغاثة والغذاء، والضفة تكون هي الجائزة الكبرى للعدو الإسرائيلي لما تعاني منه، كما يقول أحد الكتاب الأمريكيين بأنه أقصى عرض لها في الوسط لا يتعدى 20 كيلومتر، وأي دولة تقام على 20 كيلومتر عرضا. هذا الموضوع يثار دائما، ومن ثم عندما تقوم إسرائيل باعتداءات سافرة تدعمها مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية في كل المحافل الدولية، ويخضعون تلك الاعتداءات للتحقيق، بينما إذا قامت المقاومة الفلسطينية بأي عملية فك أو كسر للقيود من أجل الحرية يتم محاسبتها مباشرة من قبل الأمريكي والغربي وكل دول المزيفة في الحرية. الموضوع بالنسبة لنا، نحن نعيش حالة من حالات نحن نعيش حالة من حالات تلك التوازن في القوى، المحور المقاومة لمن يرضى أو لا يرضى، لمن يشعر أو لا يشعر، لمن يعلم أو لم لا يعلم بأن محور المقاومة، ومن ضمنها 7 تشرين، ومن ضمنها سيف القدس، ومن ضمنها وحدة الساحات ثأر الأحرار، ومن ضمنها حرب 2006، قد كسرت الثوابت الأمريكية وأبطأتها في العالم العربي، وهي في الشرق الأوسط عفوا، وهي موضوع التفوق الأمني العسكري الاستراتيجي. وقد أوهن، والجيش الذي لا يقهر قهر أكثر من مرة من خلال السنوات الماضية، كذلك عملية التحكم بالمسارات والممرات المائية وصادرات النفط، أصبحت كل الممرات المائية بيد جيش اليمن من المحيط الهندي إلى بدل البحر من المتوسط، عفوا تفضل تفضل إلى البحر المتوسط، وبالتالي قد أهين الأمريكي بعظمته مقابل بدل من شيء. تطنطول كمان. ايه دكتورة، سكري لنا المايك لو سمحتي، بس عم يطلع يعني عم تزيدي له، عم زد لك باب المكتب. نعم الجيش اليمني قد أهان القوات الأمريكية وحلف أوكوس كاملا، نظرا لما لديه من إرادة وثبات وقيادة حكيمة. أنا في هذا الموضوع لربما لمن لا يعلم، بال2006 قد كسرت المقاومة مشروع التوسع الإسرائيلي من خلال المقاومة في لبنان، ومن ثم أتوا علينا بالفوضى الخلاقة. بالمناسبة أستاذ ناصر، في ناس كتير يمكن ما بتعرف إنه بالإنجليزي اسمها creative chaos، مش خلاقة بمعنى الأخلاق، خلاقة بمعنى أنها يعني مبتدعة، يعني مولدة. تراكم بعضها على بعض. نعم إيه، ومن ثم الربيع العربي والشرق الأوسط الجديد وما إلى هنالك، ومن دخل فيها والثورات العربية إلى من أجل إنهاء القضية الفلسطينية ولم تنجح. ثم أتى موضوع سيف القدس بال2021 أيار، لكي يكسر المعادلة للعدو الإسرائيلي من المشروعية في الاتفاقات الموجودة مع الدول العربية، إلى أن أتى طوفان الأقصى لتكون معركة وجود. يعني نحن بما الذي يتكلم عن المرحلة الثالثة، الجيل الثالث من الحرب، هو يتكلم مشروعية التوسع، المشروعية في البقاء، مشروعية الوجود التي تكسر حاليا بحرب غزة. حرب غزة كمان بدي أحكي على السريع أنه كانت لتكون هجوم عبر ما كان يقول العدو الإسرائيلي والجيش الأمريكي وبعض دول التطبيع العربي من مناورات عربات النار في قبرص على كيفية اجتياح غزة والضفة ولبنان في بعد يعني في منتصف تشرين.
إلا أن عملية سيف القدس لربما رمية من غير رامي، لربما كانت محضر لها أو يعلمون بأن هناك هجوم، قاموا بعملية يعني مسح تلك الوحدة، عفوا الفرقة، من الوجود. بدي أرجع لموضوع عملية يعني ماذا يجري في الشرق الأوسط وما يجري على الصعيد العالمي. أنا بدنا بعتقد، نختصر دكتور علي قد ما فينا. لح أختصر الموضوع الذي تعيشه أمريكا هو تخبط في اختيار الأولويات الذي وضعها في ضياع استراتيجي ماذا في اليوم التالي. يعني هن إلى الآن لم يفهموا ماذا حدث بالأمس في 27، واليوم لا يستطيعون تفسير ما يجري على الأرض، ولا يستطيعون فك شفرة أين هم الأسرى، ولا أين هم قادة حماس، ولا أين هم هي منصات الصواريخ، ولا يعني أين هي الأنفاق. فبدهم يشوفوا استراتيجية اليوم الآخر. أنا أعتقد كلها ببركات المقاومة ومحور المقاومة، وبالأخص ما جرى في 27 وما جرى قبله في 2006 وسيف القدس، ليتلاقى مع طوفان الأقصى لكي نذهب إلى معادلة جديدة تجعل العدو الإسرائيلي يعيش بحالة من الضياع السياسي العسكري الأمني، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعلم أين الأولوية اليوم. هل هي أوروبا وحرب عسكرية ضد روسيا، أم اقتصادية ضد الصين، أم شرق أوسطية؟ وأنا أعتقد بأن الحرب الشرق الأوسطية من ينتصر بها هو يكون القطب الأقوى في العالم. الوقت، حتى لا انهي استاذ نعم ناصر، حتى انهي، استمرار الحرب هو خسارة للعدو الإسرائيلي، توقيف الحرب هي هزيمة للعدو الإسرائيلي. سنت. الوقت لصالحنا، والانتقال إلى مراحل جديدة ليست بمصلحة العدو الإسرائيلي. بدنا شوية ثبات وصبر رغم التضحيات الجسام. نحن ذاهبون من كسر القيود إلى الحرية إلى التحرير إن شاء الله. أحسنت يا دكتور علي، سلام القدس لك وعليك.